ورجعنا لكم من تاني ومعانا دكتور هبة حسام اخصائيه التغذيه العلاجيه. شرفتينا نورتينا. ازيك يا ساره؟ عامله ايه؟ وحشاني قوي والله. اخبارك ايه؟ تمام كله حلو الحمد لله. عودا حميدا اخيرا. راجع لك النهارده بقى وراجع لكم الكشري الحلو. الشكل ده كده بيديكوا ايه يا جماعه؟ بصوا قدامي بقى، انا عايزاكي النهارده في المطبخ تفرشي قدامك الفرشه دي والحاجات دي وتعيشي بقى. وعايزه اقول لك حاجه واسمعي مني، العلبه دي بره ب 40 و45 و60 جنيه. والله يا جماعه كل واحد عنده حصاله اهو، كل واحد عنده حصاله واللي عاوز يدفع. يعني افضل من ان احنا ناخدها وننزل بيهم قدام باب البيت، دعيهم في البيت يا جماعه. مشروع ما دام انت مش لاقي حد بره تشتغليه، اشتغلي الناس اللي عايشه معاكي في البيت، صح ولا ايه؟ صح، والجيران بقى كمان بالمره. بصي انا عايزه اقول لك حاجه، انا دلوقتي هنعمل بس كوبايه واحده كده مع بعض نوريها للناس وندخل في موضوعنا العظيم. وتقولي رايك اهم حاجه. دلوقتي هدوقك طبعا، واستنوا وهي بتدوق فين؟ في الكواليس طبعا. على ايه؟ على مطبخ البلد طبعا. بصوا بقى معايا هنا، ادي الكريم شانتيه اللي احنا عملناه مع بعض. بصوا بقى، الله 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 الله. بصوا هنا كمان اهم حاجه زي ما قلنا ان الرز بلبن يرتاح شويه ويعمل وش. انتوا هتاخدوا بالكم ان احنا عملنا مع بعض سته بس في الحلقه، والباقي احنا كنا مجهزينه علشان ايه؟ لازم يرتاح شويه، ما ينفعش نستخدم على طول. ادي معايا كريم شانتيه تاني، ما تخافوش احنا عاملين كوبايه، يعني الخير عندنا كتير جدا، مطبخ البلد عندنا دايما الخير كتير. طيب هتعملي ايه دلوقتي بقى يا ساره؟ يا جماعه زي الكشري العادي طبعا، الشعريه، ادي الشعريه معايا، الموضوع عجبني جدا. طيب بقى انا عايزه اقول لك، انت قلتي لي وجالي بقى كومنتات كتيره جدا بتتكلم في نفس الموضوع. ايه الموضوع؟ هو يا ساره الكشري الشعريه والجلاش دول انت ما نزلتيش عليهم بالسكر؟ لا، وهنا بقى الفكره. بره او لما انا اشتريته من بره لقيت الشعريه واخده سكر او شربات، والجلاش نفس الكلام، لكن اللي احنا هنعمله في البيت مش هنديله ولا سكر ولا شربات، هنكتفي بس بالسكريات اللي في الكريم شانتيه واللي فين؟ واللي في الكريم شانتيه والرز بلبن، غير كده لا. تمام؟ هناخد حاجة بسيطة، ما هناخد حاجة بسيطة. بصوا بقى، أول شكل ده هنعمله ب احنا مش هنقول بقى، أنتوا عارفين بقى اللي فيه بسكوت بالشوكولاتة بيبقى إيه؟ نحط شوية كده، نعمل كوباية كده، وشوية التقلية. شفتوا التقلية أهم حاجة في الموضوع ده، التقلية. وشوية كده بسيطة من صوص الشوكولاتة، أي نوع صوص شوكولاتة. حاضر. تمام. كده بقى معانا اول حاجه اللي هي بايه؟ بالشوكولاته. ايه رايك بقى يا دكتور في الموضوع اللي احنا بنعمله ده؟ يعني انا دلوقتي ست بيت وعامله لاولادي الحلو ده، لو انا دلوقتي ما اكلتش من الحلو ده هيبقى مفيد ليا ان انا دلوقتي امنع السكريات تماما؟ يعني بمعنى اصح السؤال اللي انا عايز اساله، لما انا كساره كست بيت امنع السكريات تماما، هل ده مفيد ليا ولا مضر؟ ايه الصح يا دكتور؟ لا مضر طبعا، انا ما ينفعش امنع السكريات مره واحده، والناس اللي بتقعد تقول لي اول ما هبدا الدايت انا همنع السكر تماما، لا، احنا نمنع السكر المعلب، السكر اللي من بره، السكر اللي في المواد الحافظه، الحاجات دي، لكن السكر لا، انا محتاجه اقلله بالتدريج عشان احس بطعم الحاجه. أيوة. وازود سكر الفاكهه او اكل فاكهه كتير او اكل خضار كتير، وبعد كده نبدا نقلل السكر واحده واحده. الناس اللي بتمنع السكر مره واحده دي بيجي لها صداع، بيجي لها اكتئاب، الحاله النفسيه بتبقى مش كويسه، جسمها بيتعب، عشان انا ما ينفعش امنعه مره واحده. طيب في ناس نفسها تقطع السكريات بس مش عارفه. حلو. يعني انا عرفت وسمعت وجربت ان السكريات فعلا ادمان. دي حقيقه. يعني يقول لك السكريات طبعا، السكريات فعلا ادمان. يعني في ناس ولازم اليوم النهارده لازم يكون فيه اي سكريات، اليوم مش هيخلص. طب الناس، في ناس برضه انا اعرفها ومعرفه شخصيه، ساره يا جماعه، انها ساره، انا لو النهارده ما اكلتش ولو قطعه سكر صغير انا بصدع وبحس ان الدنيا معايا مش حلوه ومش مظبوطه بالظبط، ولو قعدت يومين التالت بصدع. فانا عايزه اعرف ايه الحل اني انا كساره ابطل سكريات، واصلا المفروض ان انا ابطلها ولا اخف منها؟ ايه الصح؟ اخف منها. انت عارفه دايما معاكي بقول انا مش همنع حاجه بس هقلل كميه الحاجه، فانا محتاجه اقلل الكميه. طب اقلل الكميه ازاي واحنا كلنا ممكن نضعف قدام كل الحلويات اللي انت عاملاها لنا النهارده دي؟ انا واحده من الناس اهو عايزه ادوق اصلا. فمحتاجين حاجه من بره هي اللي تعمل الكنترول على ده. محتاجين حاجه هي اللي تسيطر على نهم السكريات، على نهم الطعام، على شهيتنا، تزود لنا معدل الحرق،
والسكريات بقى اللي احنا كناها قبل كده واتخزنت في البطن السفليه او في البطن او في الارداف او في الجناب محتاجين حاجه تشيلها. تمام. طب ايه السحر اللي هيعمل ده كله؟ الكورس بقى اللي انا جايه بيه النهارده. تمام. احنا معانا النهارده يا شيف ساره 3 كبسولات. اول كبسوله دي قشور السليم، ودي باخدها وباخد معاها كوبايتين ميه بتنزل تنفش في المعده فتديني احساس بالشبع طول النهار. بس انا مش مشكلتي في دي، انا مشكلتي بقى في الكبسوله الثانيه. انا بحب الكبسوله الثانيه جدا. ليه بقى؟ الجراسيميا عارفه كل واحده بتتفرج علينا دلوقتي عندها شويه بطن سفليه كده مضايقاها جدا. الجراسيميا هي الحل الوحيد للدهون الموضعيه. طب ازاي بقى؟ الجراسيميا بتدخل تفتت الدهون المعقده تحولها لدهون بسيطه فتبدا تنزل معايا في اي وسيله من وسائل الاخراج، سواء بقى الدهون دي كانت متخزنه بقى لها سنين، متخزنه نتيجه الاكل اللي انا لسه هاكله، دهون يعني سمنه موضعيه نتيجه شرب الجسم مثلا وراسي، وغيرها من اماكن تركز السمنه زي البطن والارداف واللغد والتو ساندوتش اللي في الظهر وكل الحاجات دي. طب الجراسيميا بتدخل تارجت الدهون دي وتبدا تحولها لدهون بسيطه زي ما قلنا وتنزلها، يبقى الكبسوله بتاعه الجراسيميا دي هي اللي بتنحت شكل الجسم، هي اللي بترسم لي شكل جسمي وبتخلي القوام بدل ما هو كتله واحده دهنيه لا بتبدا تشيب شكل الجسم. دي تاني كبسوله معايا. ثالث كبسوله معايا ودي اللي مسؤوله عن ثبات الوزن، يعني الناس اللي بتاخد الدايت او بتبدا تعمل دايت غلط او بتبوظ اي حاجه بتيجي على الميزان بتفضل ثابته. طب انا اعمل ايه؟ انا محتاجه كبسوله تنزلني وتزود لي معدل حرقي وفي نفس الوقت تحافظ على اللي الكبسولتين التانيين عملوه، يعني انا مليت بطني خسيت رسمت شكل جسمي، احافظ ازاي؟ بالكبسوله الثالثه بقى اللي هي مليانه قهوه خضراء ومضادات اكسده بتمنع شحوب البشره وبتمنع تساقط الشعر وبتحافظ لي على مدى النشاط والتركيز والادراك اللي انا ببقى ايه محتاجاه، يعني معظم الناس اللي بتعمل دايت اول حاجه يقول لك اصلا مش قادره اتحرك، اصل انا جسمي تعبان، اصل انا حاسس بخمول، فمنعنا ده بقى خالص في الكبسوله الثالثه. مقابل الثلاث كبسولات دول احنا معانا طبعا ثلاث هدايا زي ما احنا متعودين. مش حلو وحلو وحلو الكلام ده. حلو. اول هديه معانا كريم شد البشره، وده للناس اللي اول ما بتخس يقول لك ايه انا حاسه ان وشي تعبان، انا حاسه ان وشي دبلان، كل ما حد بيبص في وشي يقول لي ايه ده انت خاسه ولا تعبانه ولا وشك ماله؟ فيكي ايه كده مش مظبوطه؟ ايوه بالظبط، فيكي ايه مش مظبوطه؟ فبالتالي احنا كستات لما بنسمع الكلمه دي تقول لك ايه يا بوقف على طول مش عامله دايت، انا هاكل بقى كل حاجه عشان ما حدش يقول لي شكلك تعبان ولا انت مرهقه ولا كده. فعملت كريم شد البشره عشان اتلاشى المشكله دي، عشان احس بنضاره البشره، وشي مشدود مش مترهل مش مدلدل مش تعبان، ما ظهرليش تجاعيد، ما كبرتش في السن اكتر، بالعكس ده انا بخس عشان ابان اصغر في السن. فدي اول هديه. تاني هديه معانا كريم شد الترهلات، وده الاماكن بقى السمنه الموضعيه، اي حد عنده مكان فيه ترهلات او ان انا جسمي مثلا مليان وهنزل كيلوهات كتير، فبدل ما يحصل ترهلات وبدل ما يحصل ستريتش مارك وبدل ما يحصل سيلوليت، الكريم ده بيمنع ان 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 الجلد يترهل او حاجه زي كده، بيزود الالاستيستي والكولاجين اللي موجود في الجلد فبيشد الجلد معايا. تمام. ثالث هديه بقى فيتامين دي، وطبعا كلنا بنبقى محتاجين فيتامين لاننا عارفين ان في اول اسبوع بينزل مننا فيتامين ومعادن كتير وميه كمان كتير، فخلينا بقى ثالث هديه ايه؟ فيتامين. ده بقى الكورس اللي معانا النهارده. حلو قوي الكلام ده، والاحلى ان انت قلتي لي لا احنا مش هنمنع، احنا هنقلل، يعني انت دلوقتي كست بيت عامله الطبق الحلو ده في البيت انت هتمنعي، انت هتاكلي منه بس مش هتاكلي كل ده، وزي ما قلنا وانت بتعمليه تحاولي تقللي فيه، يعني الكنافه والجلاش مش هنحط فيهم سكريات، نحاول نقلل وتاكلي منه. وعلى فكره عايزه اقول لك انك تقدري تاخديه كوجبه عشاء او تاخده كسناك، هناخد منه معلقتين ثلاثه، الموضوع مش 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 بالفخامه او بال يعني اللي احنا بالكالوريز الكتيره دي بالزبط. لا مش كده خالص، الموضوع كله معلقه كنافه متحمصه ومعلقه جلاش متحمص مع الرز اللي احنا عاملينه عمل كميه كبيره، بس انت بقى الطبق بتاعك نقلل شويه ايه؟ شوكولاتات وحاجات من دي. أيوة مع الكورس بتاعنا هيخلي الطبق ده كله قدامك وانتي عامله الكلام ده كله هيخليكي تاخدي ايه معلقه في الثانيه انتي اوريدي شبعتي، يعني احنا ما عندناش حرمان صح ولا ايه؟ اه طبعا، ودي اهم حاجه، وانتي كويس ان انتي قلتي انتي مش حاطه سكر. طبعا انت عامله كل حاجه بالسكر بتاعها الطبيعي. اه الصح طبعا بالظبط، يعني احنا مزودين كالوريز، احنا بنتكلم ان 6 كوبايات كاملين فيهم نص كوبايه سكر. طيب
يعني اللي هو السكر اصلا ان احنا محتاجينه في اليوم بتاعنا بالظبط، انما مش عاملين سكر كتير، مش مسكرينها، وبعدين عشان نعود طعم بقنا على السكر القليل. عارفه لما تيجي مره واحده تشربي شاي من غير سكر هتحسي ان طعمه مر، انما لما تبداي تقللي السكر بالتدريج هتحسي لا ان عادي طعم الشاي بدا يبان وانت اتعودتي على قله السكر. صح، وده يعني اللي متعوده انها تشرب كوبايه الشاي بثلاث معالق سكر قلليهم شويه يبقوا اتنين بالزبط. شويه واحده ونص. انا عارفه ان احنا مش هنقدر نمنع تماما مرة، بس هتوصلي المعلقه فاوريدي انت في اليوم بتشربي كوبايتين شاي، انت اخدتي في اليوم معلقتين السكر، المعلقتين بتوعك وخلاص بس. حلو كده صح ولا ايه؟ اه طبعا. طيب انا عايزاكي بقى تقولي لي على العروض النهارده، عروضنا ايه وانا ايه، عايزه بقى انا ايه اظبط الدنيا دي واعمل لهم كده كم طبق حلو وانا اقول لهم. انا النهارده متقمصه كشري، بصوا جايبه لكم العلب كمان وانا جايه من البيت المعالق يعني. معلش يا جماعه وجايبه لكم كمان المعالق، بصوا المعالق يعني مش هحرقكم حاجه. انا بقى هقعد ارصرص كده هنا الكلام وانا هقول لهم انا العروض، وانت تقول لهم بقى العروض الجميله اللي دايما اتفق. بتفتح نفسي وتخليني مش خايفه. حلو، قولي لنا بقى العروض الحلوه. احنا طبعا طرق التواصل عن طريق الارقام اللي ظاهره قدامنا على الشاشه او عن طريق صفحاتنا وان دايت ودايت لايف. وطبعا زي ما احنا متعودين احنا معانا ثلاث عروض. اول عرض، عرض الشهر ده عليه خصم 40% مكون من كبسولات شور ستيليوم، ودي الكبسولات بتاعه سد الشهيه، وده للناس اللي عاوز تنزل 5 او 6 او 10 كيلو مثلا في الشهر. ومعانا كريم شد البشره وفيتامين دي هديه. وتاني عرض معانا ده عرض الشهرين، ده عليه خصم 50% مكون من كبسولات شور ستيليوم والجراسينيا اللي هي كبسولات نحت القوام ورسم شكل الجسم، ومعاهم كريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه، وده للناس اللي عاوز تنزل اكتر من 10 او 15 او 20 كيلو كمان في الشهرين. وتالت عرض معانا ده عرض الثلاث شهور، عليه خصم 70% مكون من الثلاث كبسولات بتاعتنا كشور ستيليوم والجراسينيا والقهوه الخضراء، ومعاهم كريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه. وطبعا ما ننساش ان الشحن مجاني لجميع المحافظات والمتابعه مجانيه من فريق طبي متخصص. يعني الشحن مجاني والمتابعه مجانيه ومعاكم عروض، ايه ده؟ ده خصم 70% ده يعني بنتكلم في ثلث ثمن الكورس. بالظبط، انا جايبه الكورس ب 30% من ثمنه، عشان كده انا برجح جدا عرض الثلاث شهور لمثلا اثنين اصحاب، لاسره قاعده مع بعض. ايه ده، هو الكورس 70% الكورس اللي احنا كنا عاملين عليه السحب؟ ايوه. عايزه اقول لكم بقى ان احنا في اخر الحلقه هنعمل ايه يا دكتور؟ هنسحب بقى اسم الفايز ونفرحه معانا النهارده، فعايزاكم تتابعونا لاخر الحلقه علشان نعلن النهارده عن الفايز. والفايز زي ما قلنا مع مرافق، وده كان الكورس ايه 70%. عايزه اقول لكم ان ان شاء الله احنا بنفكر برضو في مسابقه جديده، واحنا دايما حابين نفرحكم ان انتوا تخسوا وتنبسطوا الاثنين مع بعض، صح ولا ايه؟ اه طبعا، وهيسافروا هو نعمل ايه تاني؟ يعني هنخس وهناخد الكورس وهناكل براحتنا وهنسافر نتفسح. واهم حاجه ان الكورس بتاعنا ايه؟ امن ومصرح من وزاره الصحه. بالظبط، صح ولا ايه؟ بالظبط، واهم حاجه ان احنا طبعًا بناكد طبعا معاكي وكل جمهور مطبخ البلد ان ما ينفعش ناخد حاجه مجهوله المصدر، لازم نتاكد ان الحاجه اللي احنا هناخدها دي مصرحه من وزاره الصحه وامنه، عشان تبقى امنه على اطفالنا وعلى كبار السن كمان. طبعا، وادي تصريح وزاره الصحه على الشاشه اهو، الناس تطمن. وده كان لسه سؤال هقوله للدكتور دلوقتي. يا دكتور، الكورس بتاعنا امن ومصرح من وزاره الصحه. بالظبط، يناسب الناس من سن كام لسن كام، ويناسب الاطفال من سن كام؟ حلو. دلوقتي احنا الكورس قلنا ان هو اعشاب والياف طبيعيه، فبالتالي هو مش سلسله كيماويه ممكن تدخل تضر الجسم او تلعب في انزيمات او هرمونات الجسم، فبالتالي هو امن للاطفال من سن 11 12 سنه لغايه بقى كبار السن فيما فوق. وكبار السن دي انا ما عنديش مشكله في اي امراض مزمنه، ما عنديش مشكله في اي ادويه، مثلا ضغط، سكر، غده درقيه، ادويه العظام، ادويه الروماتويد وغيرها من الادويه اللي كبار السن بياخدوها، هو لا يتعارض مع اي دواء تماما. حلو جدا الكلام ده. ايه رايك بقى ناخد حالات؟ يلا بينا. صور الحالات قبل وبعد، نشوف كده الناس كانت ايه وبقت ايه، ونفتح نفس المشاهدين ان هم يجربوا الكورس بتاعنا. معانا اول حاله كان 89 كيلو بقى 70 كيلو، يعني خسر 19 كيلو. 19 كيلو، شايفين الرقم؟ اه، ولا عمليات ولا اي حاجه، كبسوله يا جماعه، هي كورس وكبسوله بس. ما شاء الله بجد، حلو قوي الكلام ده، وبرافو، يعني يستمر يستمر. يلا بينا على الحاله الثانيه، كان 87 بقى 65، خس 22 كيلو. برافو 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 برافو. شايفه طبعا لما كان 87 منطقه الكرش في تسدي. بالظبط، برافو عليكي والله العظيم. وده دايما اللي انا بقوله، بصوا اماكن تركيز الدهون عامله ازاي، وده بيبقى ممكن نتيجه تبقى عنده مقاومه انسولين، عنده زياده هرمون الكورتيزول، فمتركزه الدهون في خلل في منطقه البطن. بالظبط، والجناب والتسدي. يعني كان بني ادم بقى بني ادم تاني ما شاء الله، حتى تلاقي الوقفه يعني
اتغيرت النظام واللبس يعني مبقاش كده بيتغير. بصي الامرايه دي بقى، الامرايه دي كانت 97 كيلو بقت 70 كيلو، خست 37 كيلو في 3 شهور. اهو بصي بقى هنا الوقفه. اه يعني معلش بقى بناتنا 27 كيلو في 3 شهور بالظبط، يعني داخله على 30 كيلو. 30 بالظبط، ما يقرب ل 30 كيلو، بس هنا بقى الوقفه بتفرق. الحاجه بقت بنوته. ايوه بالظبط، وصغرنا واحنا هنا وبقينا امارات وبقينا واثقين من نفسنا لو سمحتوا، حاطين ايدينا في وسطنا. لا بجد يعني حلو قوي الكلام ده. يلا بينا على الحاله، كانت 87 بقت 66، خسرت 21 كيلو في شهرين. حلو قوي الكلام ده، برافو برافو برافو. الوقفه اختلفت وطريقه اللبس اختلفت انا لسه جايه من اجازه، عايزه اقول لكم صوري الاجازه دي يا نهار ابيض، غير صوري قبل كده خالص. قبل كده كنت دايما كل الصور تلاقوني طبعا، الناس كانوا حافظين الكلام ده واقفه عامله كده كده. دلوقتي لا، الوضع اختلف تماما، بقيت بتصور بقى ايه يعني خلاص بقى، ما انت واثقه في نفسك وواثقه ان انت ولسه جسمك لسه اللي جاي جسمك. احسن لسه. طبعا احنا لسه مكملين يا جماعه. معانا تليفون ناخد منال. الو يا شيف سارة، ازاي حضرتك؟ يا منال عامله ايه؟ وحشانه يا شيف سارة، وحشانه وغايبه علينا بقالك اسبوع. يا روحي والله وحشتوني قوي. حضرتك وحشانه اكتر والله. انا كنت بس حابه اقول لك الحمد لله على السلامه، وحابه اقول لدكتور هبه يعني شكرا قدام الناس، يعني بجد شكرا على اللي هي عملته معايا. حلو الكلام ده. طب احكي لي شكرا على ايه؟ طب عرفينا يا منال. الناس عاوزه تعرف. بصي يا شفتارة، هو انا في الاول كنت للاسف فجاه وزني زاد قوي، رغم ان اكلي كان هو ما كانش فيه اي اختلاف، بس بدات احب السكريات قوي وانا ما كنتش فاهمه حاجه. وبعدين لما عملت تحليل طلع عندي مقاومه انسولين. فوزني زاد جدا فجأة، يعني زاد بطريقة كبيرة قوي، وكنت بصراحة قلقانة ان انا اخد اي منتج. فبصراحة لما اتعاملت مع دكتور هبة نصحتني بالكورس وقعدت تأكد عليا ان هو امن جدا، وفعلا انا لما اخدته ما حسيتش بأي حاجة من اللي انا كنت خايفة منها خالص. طب الكورس بقى عمل لك يعني، عشان بس نعرف الناس، عمل لك سيطره على شره السكريات اللي انت كنتي بتاكليه؟ جدا 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 جدا. انا اصلا ما بقتش حتى اميل للسكريات، انا مش عايزه اكل سكريات، ده اللي مستغربانه وفي البيت عندي كمان مستغربينه. انا مش عايزه اكل سكريات دلوقتي خالص، اللي هو لو اكلت حته شوكولاته صغيره طول اليوم يعني كده كويس جدا. حلو قوي. طب في سؤال مهم بقى، خسيتي كام كيلو؟ انا كنت 102 وصلت ل 87 مع حضرتك. حلو قوي ما شاء الله. انت عارفاها يا دكتور؟ فاكراها، عارفاها. مقاومه الانسولين عندي في البنات بالذات بركز معاهم، لان بيبقى اماكن تركز السمنه عندهم بتبقى في اماكن يعني بتضايقهم قوي في البطن والجناب والارداف، فببقى مركزه معاهم، ببقى مركزه انا هعمل سكريات جاي عن طريق ايه، مقاومه انسولين ولا هم بيحبوا السكر. حلو قوي الكلام ده. وانا ملاحظه ان معظم الدكاتره والخبراء اللي بيجوا معانا بيكونوا عارفين الحالات. أطلع. يعني رغم ان ما شاء الله الكورس عليه يعني اقبال شديد جدا وناس كتيره جدا بتاخد الكورس، لكن ما شاء الله عندكم تركيز وعارفين فلانه وعارفين علانه وايه حصل. لا فبجد دي حاجه حلوه قوي ان انتوا بتركزوا في شغلكم بالشكل ده. برافو يا دكتور. هو دي ميزه المتابعه المجانيه يا شيف ساره، اللي هو كل دكتور او كل خبير قاعد من الفريق الطبي اللي معانا هو مركز في الحاله اللي معاه. واحنا ممكن ننسى اسماء بس ما بننساش حالات، يعني عارفه البنات برضو مميزه كده تقول لك انا كان عندي مقاومه انسولين، ما هي عندنا الحالات معدوده بتاعت مقاومه الانسولين، فاحنا عارفين بنتعامل معاهم ازاي. حالات الغده الدرقيه غير الحالات اللي بتخس عادي، غير الحالات اللي عاوزه نظام غذائي، غير الحالات اللي مش عاوزه نظام غذائي. فطبعا لا طبعا بنبقى مركزين معاهم. حلو قوي قوي الكلام ده، مش قادره اقول لك ايه. وعايزه اقول لك الف مبروك يا منال واستمري. ايه رايك بقى قبل ما نطلع فاصل نعمل مع بعض كده ايه كوب كده واحد حتى نوريهم ايه؟ احنا زي ما قلنا طبقه الرز بلبن، لو تاخدوا بالكم ان هنا كمان ما شاء الله بدا يجمد. بصوا تعالى اعمل لكم طبق كده في السريع معايا هنا بقى ايه. هننزل بالشعريه، ما هو رز بلبن ايه، هو الكشري. هننزل كده بالشعريه اللي هي الكنافه اللي احنا حمصناها. بصوا طيب، وبعدين هننزل بايه؟ هننزل شويه كده مانجا. وعلى فكره لسه المانجا متوفره، مطوله معانا السنه دي المانجا. بصوا كده شويه مانجا امارات حلوين. ايوه انا عايز اسالك سؤال بقى، بره هيحط لك كل كميه المانجا دي؟ ها ردي عليا وقولي لي الحقيقه، بصي لي في عيني وقولي لي الحقيقه. بصي بقى شويه تقليه كده. عايزه ايه تاني؟ عايزه ايه من الدنيا؟ طبعا احنا كان الفرش الاولاني الكريمه، بصوا الجمال. عايزه ايه تاني من الدنيا بعد القمر ده كمانجا والسكر ده كبسكوت شوكولاته وشوكولاته؟ تقدري بقى تعملي كل الاطعمه اللي انت عايزاها. يعني عايزه اقول لكم لما نطلع فاصل دلوقتي هنكمل كمان اللوتس كبسكوت وككريمه. بصي كده احنا قلنا اول طبقه بعد رز بلبن طبقه الكريم شانتيه، نزلنا بايه؟ بالشعريه اللي هي الكنافه، وبعدين اوعي تنسي التقليه اللي هي ايه؟ الجلاش، واخر حاجه هتكون معانا الصوص. انا هنزل بقى ايه بصوص
الكريمه بتاعت اللوتس. وانتوا بقى ايه هتروحوا فاصل وترجعوا لي بسرعه، وايه فاصل ونواصل. ورجعنا لكم من تاني، وانا بعمل ايه؟ بزين بقى هنا، وزي ما قلت لكم يا جماعه انا لا كنت بقول الكلام ده في فاصل هتلاقوني بالظبط كمان 10 دقايق واقفه على بوابه المدينه بره بالكوبايات دي. واحد لازم يشغل نفسه صح ولا ايه؟ لازم نبيعها. العيشه صعبه يا جماعه. بصوا بقى انا هكمل تزيين، ودكتور هبه هتتكلم معاكم على العروض والخصومات الجميله بتاعتنا، واوعوا تنسوا ان الكورس بتاعنا مصرح من وزاره الصحه. يلا يا دكتور. بالظبط، احنا عندنا 3 عروض. الاول طرق التواصل يا شيف ستار عشان الناس بتنسى، عن طريق الارقام اللي ظاهره قدامنا على الشاشه او عن طريق صفحاتنا وان دايت ودايت لايف. واحنا معانا 3 عروض كالعاده، معانا خصم ال 40% وده عرض الشهر، ده مكون من قشور السيليوم ومعاها كريم شد البشره وفيتامين دي هديه. وتاني عرض معانا ده عرض الشهرين، ده عليه خصم 50% مكون من كبسولات قشور السيليوم والجراسينيا ومعاهم كريم شد الترهلات وفيتامين دي هدية. وثالث عرض معانا ده عرض الثلاث شهور، ده عليه خصم 70% مكون من الثلاث كبسولات بتاعتنا قشور السيليوم والجراسينيا والقهوة الخضراء ومعاهم كريم شد الترهلات وفيتامين دي هدية. وطبعا المتابعة مجانية عن طريق الأرقام اللي قدامنا على الشاشة أو عن طريق صفحاتنا وان دايت ودايت لايف. دكاترة وخبراء بيقدروا يتواصلوا مع الناس ويعرفوا كل حاجة ويقدروا يصلحوا لهم العادات الغلط اللي هم بيعملوها. والشحن مجاني لجميع المحافظات. وميزه بقى المتابعه المجانيه يا شيف ساره ان في ناس كتير قوي ممكن تبقى بتعمل عاده غلط بس في اليوم، زي الناس اللي مثلا تقعد طول النهار من غير فطار او طول النهار من غير اكل وتيجي تاكل وجبه واحده في اليوم فهي بتبوظ معدل حرق جسمها، الناس اللي ما بتشربش ميه، الناس اللي ما بتنامش كويس، كل الحاجات دي بتؤدي للتخن او بتؤدي لان معدل الحرق بيبوظ في جسمنا، وفي ناس كتير ما بتبقاش عارفه ده. فنبدا نعمل ايه احنا بقى كفريق طبي، او احنا بنبقى قاعدين بنرد على الناس بنبدا نصلح لهم العادات دي. مجرد ما نصلح العادات الغلط دي الجسم بيبدا ياخد استجابته ومعدل الحرق طبعا بيزيد مع الكورس بتاعنا، وبنبدا ننام كويس وما بيبقاش فيه ارق، ما بيبقاش فيه صداع، ما بيبقاش فيه مشكله من المشاكل الدايت، لان الكورس ما خلانيش احس بالحرمان او خلاني انقص عناصر غذائيه انا محتاجاها. عارفه الناس الكتير اللي يا اما تمنع سكر يا اما تعمل نظام اللو كارب يا اما الكيتو دايت واي حاجه من الحاجات اللي طالعه ترند اللي ممكن اصلا ما تناسبش جسمي، فبالتالي انا ممكن اعمل ده كله وانا اصلا ابوظ جسمي. ممكن في ناس كتير قوي تبقى فاكره انها هتخس وتيجي توزن على الميزان تلاقي نفسها تخنانه، مثلا انا زايده كيلو ازاي وانا عامله دايت؟ ما هو انت عامله دايت غلط، انت محتاجه حد يرشدك لدايت صح، محتاجه تعرفي جسمك محتاج ايه بالظبط. وده اللي بيجي لي كتير قوي، بنات كتير قوي بتجيلي تقول لي انا بطني زادت بعد ما عملت دايت. انت متخيله يعني هي بتبقى بتخس مثلا بقى لها اسبوعين ثلاثه وحارمه نفسها من كل الاكل وتقول لي انا لقيت نفسي تخنانه من عند البطن، او وقفت على الميزان لقيت نفسي تخينه، طب اعمل ايه؟ وبالذات بقى اماكن تركز الدهون والبطن السفليه عند البنات والستات زي ما احنا قلنا في اول الحلقه. طب انا اعالج ده ازاي؟ اقدر اعالجه بالكورس بتاعي. اولا هو هيعمل لي سيطره على شره الطعام، هيعمل لي سيطره على هرمون الكورتيزول والسكر وهرمون الانسولين، فبالتالي مش هيخلي تركيز الدهون في البطن السفليه او اماكن السمنه الموضعيه كتير. فده كله بيعملوا الكورس بتاعنا. انت متخيله العظمه اللي احنا كمان بنعملها زي العظمه اللي انت بتعمليها في مطبخ متخيلة البلد؟ متخيله. وكنت لسه عايزه اقول يا جماعه يا ريت ندي العيش لخباز زي ما انتم شايفين كده. تعتقد يعني ندي العيش لخباز هناك واحنا بنخسس هنا؟ ندي العيش لخباز، مش اي حاجه نقراها على طول نعمل زيها. ده مش عارفه دلوقتي منتشر نظام ايه، الصيام متقطع الكيتو، يناسبك؟ هو محقق نتائج هايله مع فلانه مع علانه، مناسبك؟ طب انت تعرفي منين ان كان مناسب ليكي او لا؟ في دكاتره متخصصين عشان يعملوا ده معاكي. طب دلوقتي يا شيف ساره انت طلعتي واتكلمتي عن الكورس ده واحنا عجبنا جدا، نعمل ايه؟ نتصل دلوقتي عن طريق الارقام الموجوده على الشاشه للاتصال العادي والواتساب، كمان عن طريق البيج بتاعتنا وان دايت ودايت لايف، وتقدري توصلي للكورس يتواصلوا معاكي وتطمني الكورس بتاعنا مصرح من وزاره الصحه. بس كده لا طبعا، الكورس بتاعنا هيجي لك مجانا وانت قاعده على الجنب. الشحن مجاني والمتابعه مجانيه، وان شاء الله يجيب لك النتيجه اللي انت بتحلمي بيها. طيب ايه رايك بقى دلوقتي ناخد شويه ريفيوهات كده قبل وبعد الريفيوهات العظيمه بتاعتنا؟ بصي يا ستي، اول ريفيو معانا
انا كده خسيت من ساعه ما بدات معاكي حوالي 18 كيلو، فانا مبسوطه قوي اصلا، وحتى المرات اللي فاتت كنت ابدا واوقف ما كملتش، ما وصلتش ان انزل كده، فانا لسه حابه انزل كمان. في فويس اتبعت من حضرتك، صورتك اهو اهو، وشاهد شاهد من اهلها. الحقيقه هي ظهرت يا جماعه. حلوه قوي بجد، لسه هنكمل ان شاء الله. لا انا بدات معاكي 98 وانا دلوقتي داخله على 72 82. يعني هنعوز ايه اكتر من الحاجات الحلوه دي؟ اهو بقى الريفيوهات الحلوه دي احلى من الكشري الحلو اللي انا بعمله ده والله. طيب معانا الريفيو الثاني بيقول: السلام عليكم، انا وزنت والحمد لله خسيت 6 كيلو في اول اسبوع. عاش كويس. طبعا عاش، طبعا كويس جدا جدا جدا، 6 كيلو في اسبوع واحد يعني حاجه حلوه جدا. واهم حاجه ان الناس دي بتنزل بدون حرمان، احنا ما بنحرمش، احنا بناكل كل اللي نفسنا فيه، وده الدليل احنا هنا في مطبخ البلد بناكل كل اللي نفسنا فيه، بس ما بنحرمش. الكبسوله بتخليكي تحسي بالشبع، ما تحسيش ان انت يعني هتاكلي كتير، بالشبع. طيب يلا بينا على الفيديو الثالث. بتقول: انا كنت 103 كيلو ودلوقتي 97 في اسبوعين، يعني وقفت الاسبوع اللي فات، وقفت الاسبوع اللي فات ماشي، اللهم بارك، استمري بقى وان شاء الله نخس اللي جاي اكتر. يعني خست 5 كيلو يعني حلوين، برافو. معانا تليفون شيماء. الو الو الو. ايوه يا شوشو، ازاي حضرتك يا شيف سارة؟ عاملة ايه؟ الحمد لله انا زي الفل، انت عاملة ايه يا قمر؟ الحمد لله. دكتور هبة منورة يا روحي. يا حبيبتي تسلمي، انت شجعتوني بقى بكل الريفيوز دي، فانا عايزة ان شاء الله بقى حد منهم. بس كده ده يعني يا ريت والله العظيم، انا اتمنى ان انت تبقي حد منهم. ربنا يخليك، نورينا يا روحي، واطلبي الكورس وان شاء الله يعني ايه تنور. وعلى فكره يا جماعه احنا الفتره اللي جايه ان شاء الله يعني لسه بنبحث في الموضوع، الفتره اللي جايه بامر الله هنستضيف معانا الناس بالفعل اخذت الكورس، هنختارهم من البيج، هنعمل مسابقه ويجوا معانا. اه طبعا، ونتكلم معاهم. احنا يا جماعه مطبخ البلد دايما بتلاقوا فيه كل جديد، ومسابقاته فيها كل جديد، وان شاء الله هنعمل، احنا يعني بنحاول نبحث في الموضوع ده، نعمل مسابقه والناس اللي تقدم معانا، بس الناس اللي تكون خست بالفعل معانا وعلى الكورس بتاعنا هتيجي معانا هنا وتتكلم عن رحلتها وعن تجربتها في الكورس بتاعنا، صح ولا يا دكتور؟ بالظبط، دي فكره حلوه قوي بصراحه، واحنا فعلا محتاجين نعملها عشان كمان الناس بتدي امل لبعض، فاهمه؟ طبعا. انا خسيت، انا الوضع ما بقاش صعب، موضوع الخسسان دلوقتي اللي كان صعب في الاول لا دلوقتي انا بقيت بخس بسهوله. بصي انت الريفيوهات اللي قريتيها معظمها ايه؟ طبعا. انا نزلت 5 كيلو 6 كيلو، انت متخيله الارقام دي في اسبوع؟ في ناس ممكن تقعد بالشهرين ثلاثه مش عارفه تنزل كيلو واحد او 2 كيلو. طاقه ايجابيه. بالظبط، طاقه ايجابيه، يعني ندي لبعض طاقه ايجابيه. طاقه ايجابيه زي التقليه، بصوا بقى التقليه بقى المقرمشه، وانزلي كده بالظبط زي ايه؟ زي عمو بتاع الكشري، بصوا كده، يا نهار ابيض. انا عايزه اقول لكم الفكره كانت عجباني قوي والتجربه كانت تجنن. ايه رايكم؟ انا عايزاكم النهارده بقى كله يقوم ويجرب ويعمل ايه ويوريني. ولو اتبقى معاكي شويه جلاش وشويه كنافه، علبه كده حلوه، واحفظيهم في التلاجة، عامله شويه بليله، شويه رز بلبن، ادي كده شويه تقليه من فوق الوش. عايزه اقول لكم وانا بعملها بضحك والله، انا بجد متخيله انها تقليه. لا وهي صوت القرمشه كمان شبه التقليه، يعني انا سامعه صوت القرمشه وانا قاعده، فاهمه؟ بصوا بصوا بصوا، سامعين الصوت؟ سامعين ولا مش سامعين؟ احنا هنا في مطبخ البلد بنعمل لكم كل ما هو جديد، يعني يا جماعه احنا دايما الترند، فاحنا على طول بنعمل كل ما هو ايه يا دكتور؟ جديد. ومطبخ البلد يا جماعه احنا عارفين ان هو بيعمل ايه؟ النهارده انا كنت قلت على البيج اول امبارح عندي، يا جماعه انا طالعه لكم بوصفه، قلت لك كل بيقول لي طاقية السلطان، لا مش طاقية السلطان، احنا ما عملناش طاقية السلطان، احنا عاملين كشري الحلو وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وعايزه اقول لك يا دكتور هبه، يعني انا مبسوطه جدا بالفيديوهات الجميله بتاعتنا اللي بتفتح نفسي ان كل يوم في مطبخ البلد اجيب لكم وصفه احلى، ومبسوطه قوي من الريفيوهات، مبسوطه قوي من كلام الناس، مبسوطه من تفاعلهم معانا. بشوف الكلام حلو قوي بيعجبني. انا عايزاكي بقى ايه سريعا كده تقولي لهم كمان مره العروض عشان نفتح نفسهم قوي قوي. الاول ما ننساش ان الكورس بتاعنا مصرح من وزاره الصحه، واحنا طبعا شفنا التصريح، وطرق التواصل معانا عن طريق الارقام اللي ظاهره قدامنا على الشاشه او عن طريق صفحاتنا وان دايت ودايت لايف. واحنا معانا ثلاث عروض، اول عرض عرض الشهر ده عليه خصم 40% مكون من كبسولات كشور ستيليوم ومعاهم كريم شد البشره وفيتامين دي هديه، وتاني عرض معانا ده عرض الشهرين ده عليه خصم
50% مكون من قشور ستيليوم والجراستينيا، ومعاهم كريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه. وثالث عرض معانا ده عرض الثلاث شهور عليه خصم 70% ومكون من قشور ستيليوم والجراستينيا والقهوه الخضراء، ومعاهم كريم شد الترهلات وفيتامين دي. وزي ما احنا متعودين المتابعه من فريق طبي متخصص، والشحن مجاني لجميع المحافظات. الشحن مجاني والمتابعه مجانيه، وهتقدري توصلي للكورس عن طريق الارقام الموجوده على الشاشه للاتصال العادي والواتساب، وكمان عن طريق بيجاتنا وان دايت ودايت لايف. وطبعا الكورس بتاعنا مصرح من وزاره الصحه. واهم حاجه اوعوا تنسوا بعد الحلقه الجميله دي تتابعونا على البيج بتاعتنا مطبخ البلد، عشان تشوفونا بقى واحنا بناكل ايه الحاجات الحلوه دي، وتشوفونا واحنا بنبيعها برضه. ده لو عرفنا نطلع بيها من الاستوديو، ده اللي الشاطر يطلع بيها من الاستوديو. طيب انا دلوقتي عايزاكي برضو تقولي للناس اللي حابين يطلبوا الكورس الجميل بتاعنا ده يعملوا ايه؟ يتصلوا بينا، او يتصلوا بينا وما لهمش دعوه باي حاجه تاني، انا هخسسهم. هم بس يتصلوا ويسيبوا لنا بياناتهم ويقولوا لنا هم كام كيلو وطولهم قد ايه ووزنهم قد ايه، ويسيبوا كل حاجه بعد كده علينا احنا بس. انا سامعه ان احنا عاملين مشاكل، في ناس بتتصل مخصوص تقول لك انا عايزه دكتور هبه هي تتابع معايا الحق. انا سامعه ان احنا عاملين هنا قلبان، هتلاحق على مين ولا مين؟ والله يا جماعه بس انا فعلا بحاول على قد ما اقدر ان انا اتابع مع الناس، يعني كل الناس اللي بتتصل تطلب دكتور هبه والله انا بحاول على قد ما اقدر. بلس كمان ان انا بقول لهم على طول يسيبوا اسئلتهم على مطبخ البلد او وان دايت ودايت لايف، وبنطلع نجاوب عليها زي ما هم عاوزين، لان انا مش هعرف اجاوب على كل الاسئله على واتساب او على البيجات وان دايت ودايت لايف، بس والله بحاول على قد ما اقدر ان انا اكون معاهم وافيدهم. يعني ديكي شايفه انا بطلع معاكي بقعد افتكر الاسئله. احنا خلاص ما عندناش وقت، انا دلوقتي هو جايبالك. ايوه يلا بسرعه، اللحظه الحاسمه يا جماعه جاهزين، انها اللحظه الحاسمه للسحب. السحب احنا قلنا كان معانا مسابقه، الناس اللي هتاخد كورس الثلاث شهور وهتبعت الريسيت على البيج بتاعتنا، خلاص هي معانا في مسابقه اوريدي هيتم السحب حالا. المسابقه ايه؟ ايوه هبة حفظي من القاهرة. مبروك يا هبة. ايه تاني؟ هبة حفظي من محافظة القاهرة. وريهم الورقة بقى كده عشان المصداقية، أنا عايزة الورقة لو سمحتي أخد الورقة. أيوه أهو أهو كده أهو يا جماعة عشان المصداقية مع الورق. مبروك يا هبة، واللي كسبت على اسمي يعني كده المفروض تاخديني مرافق والله العظيم. كده أهو بصوا الاسم معايا أهو. تمام أيوه ايوه كده كده. مبروك يا هبه. يا شيف ساره المفروض تاخدني، اسمها على اسمي. هبه حفظي من القاهره، الف 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 مبروك يا هبه. دكتور هبه حسام هي اللي عملت السحب، والف الف مبروك يا هبه. مبروك عليكي يا حبيبتي، رحله للاقصر واسوان ومعاها مرافق طبعا هديه، والفريق بتاعنا هيتواصل معاها حالا عشان يقول لها كل التفاصيل وهتيجي تاخد التيكت والحاجات بتاعتها امتى. عايزه اقول لكم بجد من كل قلبي ربنا عالم انا قطعت اجازتي وجيت علشان اطلع معاكم هوا النهارده، مبسوطه قوي ان كنت معاكم هوا، ويا رب الحلقه النهارده تكون عجبتكم. وطبعا بشكر دكتور هبه. احنا مع بعض على طول في المسابقات من مطبخ البلد. ان شاء الله استنونا بكره في حلقه اقوى واقوى، وكنتم مع مطبخ البلد.